يعني رغم هذا التبرير السعودي إلا أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن المملكة رفضت الاستجابة لدعواتها بالتريث في خفض إنتاج النفط، وقررت المضي قدما بالقرار، وهذا القرار بحسب رأيها يصب في نهاية المطاف بمصلحة روسيا. لماذا لم تأخذ السعودية الظروف السياسية بعين الاعتبار وركزت فقط على المصالح الاقتصادية وأقدمت على هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. في الواقع المملكة العربية السعودية هي عضو واحد من 23 عضو في تحالف أوبك بلس. المملكة العربية السعودية لم تقدم الاقتراح بتخفيض الإنتاج مليوني، وإنما اللجنة الفنية التابعة لهذا التحالف هي من قدمت هذا الاقتراح بناء على قراءاتها للأسواق والتوازن والأمر الذي يحقق استقرار وتوازن الأسواق. نعم دكتور صبان، أعذرني أحترم هذا الجواب، ولكن الإدارة الأمريكية تقول أن هناك أعضاء آخرين في أوبك كانوا ضد هذا التوجه، ولكنهم في النهاية ذهبوا في نهج السعودية لعدم الاختلاف فيما بينهم، وأنهم أسروا هذا الموقف إلى الإدارة الأمريكية وأشاروا إلى أن السعودية هي التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا القرار. المسؤولون السعوديون ذكروا للولايات المتحدة بأن يذكروا أسماء هذه الدول. ليس هنالك قيود، ليس هنالك دكتاتور في تحالف أوبك بلس بحيث يمنع هذه الدولة أو تلك. طالما رأينا خلافات بين أعضاء تحالف أوبك بلس، بدأت بخلافات بين روسيا والسعودية وخلافات بين الإمارات، دولة الإمارات والسعودية، ليس هنالك حكر على أي رأي، والرأي بالإجماع. فلماذا حتى وإن اختلفوا علانية كان يمكن أن يصوتوا ضد القرار بكل يعني مسيرة سهولة؟ يعني ويقال من الأخبار المتداولة أن الرئيس الإماراتي أوفد موفدا إلى السعودية لإقناع ولي العهد بعدم القيام بهذه الخطوة. غير صحيح. أنا أستغرب أن الولايات المتحدة بحجمها الكبير تستمع لإشاعات غير صحيحة وغير دقيقة، وهذه مثل الإشاعة، وإنما هي الحقيقة أن الولايات المتحدة طلبت من المملكة أن تؤجل الاتفاق لمدة شهر حتى تتجاوز الإدارة الأمريكية الانتخابات النصفية، وكلنا يعرف نتائج هذه الانتخابات، ولا أود أن أدخل وأقول من هو الفائز، لكن عموماً هنالك يعني تعرف النتائج بشكل مسبق، أمر مهم. أعرف النتائج وأذكرك بها فيما بعد إن شاء الله. طيب لكن في كل الأحوال التناقض عجيب. الولايات المتحدة تستخدم معايير مزدوجة، وهذه مشكلة رئيسية في الولايات المتحدة. ماكرون والقادة الأوروبيين تضجروا من الأسعار المرتفعة للغاز الأمريكي الذي يتم تصديره إلى أوروبا، 4 أضعاف السعر المحلي. هنالك مشاكل في سياسة الطاقة الأمريكية، كما ذكر الإخوان، مع لديك منع المنتجين المحليين في أمريكا من الإنتاج، الضرائب المرتفعة، كان يمكن تخفيض هذه الضرائب على المنتجات المكررة. والأمر الآخر الأخير هو أن الولايات المتحدة تصدر حوالي 2 مليون برميل يومياً إلى خارج الولايات المتحدة، كان أولى أن تستخدم داخلياً لتخفيض الأسعار. طيب. هذا التناقض عجيب، عجيب جداً في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. سنرى ما إذا كان ضيفينا لديهما أي تعليق على ذلك، ولكن هناك، وهذا ما تطرقت إليه دكتور قبل قليل، هناك شكوك لدى الإدارة بأن السعودية اتخذت هذا القرار والإجراء للتأثير على نتائج الانتخابات النصفية التي ستجري الشهر المقبل، عبر يعني خسارة الديمقراطيين جراء ارتفاع أسعار الطاقة. يعني أليس هذا الأمر مبرر أيضا ومنطقي؟ لا، غير مبرر. هذا الأمر شأن داخلي أمريكي، ونحن المملكة العربية السعودية تعودت دائما وأبدا أن لا تتدخل في شؤون
الدول لا تتدخل بشكل مباشر ولكن من خلال رفع يعني تخفيض الإنتاج لا مباشر ترتفع أسعار الطاقة. نحن صريحون تماما اتخذنا هذا القرار أيضا عند بداية أزمة كورونا وخفضنا بأكثر من 2 مليون برميل تحالف أوبك بلس تحسبا لانحسار الطلب وتدريجيا زاد الإنتاج فيما بعد. فهذا ليس مبررا وليس صحيحا إطلاقا. طيب. كل ما في الأمر أن هذا القرار اقتصادي بحت، لا نهتم بنتائج الانتخابات ولا نهتم بماذا سيدور في هذه الانتخابات القادمة. يعني هناك علامات استفهام على هذه النقطة، على كل لن نتوقف عندها طويلا. هناك دعوات في الكونغرس ومشاريع قوانين لوقف بيع السعودية أسلحة أمريكية ووقف التعاون الأمني معها وسحب القوات الأمريكية منها وملاحقة دول منظمة أوبك بلس. ماذا لو حصل ذلك؟ أظن لم تسمع لوزير الخارجية الأمريكي اليوم بلينكين حينما قال أن مصالحنا مع المملكة العربية السعودية أكبر بكثير من أن تقف عند أي خلاف بين الاثنين، وسنستمر في توطيد هذه العلاقة. هذا الرجل العاقل، أين العقال؟ أنا عجبني زميلنا الذي تحدث بكل صراحة أن هذا القرار اقتصادي وليس سياسي كما يحاول ستيف أن يوضح ويبرره. هذا القرار تتبناه أوبك بلس منذ بداياتها في عام 2016 حينما تتنبأ وتستبق ماذا سيحدث في ظل عدم التأكد وعدم اليقين بطبيعة السوق. طيب. والظروف الركود الاقتصادي الذي بدأ يخيم على الاقتصاد العالمي. سؤال أخير وباختصار شديد دكتور، هل ستقدم السعودية برأيك على خطوات لرأب الصدع مع الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة؟ السعودية أعلنت بصراحة في بيانها الرسمي أنها لا تتقبل أوامر من أي أحد. نحن دولة ذات سيادة ويجب أن يحترم وتحترم السعودية في هذا المجال، وبالتالي الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة. نحن بررنا ووضحنا أن هذا القرار اقتصادي، لكن الولايات المتحدة لا زالت هنالك عقول تفكر بطريقة أخرى لا نجد لها أي مبرر. دكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي من جدة، شكرا جزيلا لك.